السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني، شعبة التعليم الزراعي، بيسعدنا نكون معاكم النهاردة في الوحدة الستة لطلبة الفرقة التانية. My dear students at Agriculture School, grade 2, we are happy today to be with you for Unit 6 إن شاء الله النهاردة. لو انت كنت معانا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الوحدة الستة with a new harvester اللي هو الحصاد، آلة الحصاد الجديد، وشفنا الكلمات المهمة للوحدة دي، ولكن كان الجرامر بتاعها طويل شوية، فإحنا هنراجع الجرامر قبل ما ندخل على الوحدة السابعة. يبقى انت النهاردة معايا مركز ان احنا هننتقل من الستة بعد شوية نخش على يونت A 7. طيب آخر حاجة أصلا إحنا كنا بنتكلم عنها في الحلقة اللي فاتت والوحدة الماضية اللي هو الباست سيمبل. مين يفكرني أصلا بالباست سيمبل؟ آه برافو. باست سيمبل يعني حدث بيحصل ولا حدث حصل؟ لأ، حدث حصل. دي اتفقنا عليها إن إحنا هنميز ما بين البريزنت والإيه والباست. دايما في البريزنت اللي بيحصل دلوقتي أو عاداتي او اللي حصل في الماضي، يبقى ده ايه؟ باست. واتفقنا ان الفعل بيكون مثلا واتش بنحط له اي دي او اي دي او دي بس، طبعا انت فاكر كده، بنضيف دي او اي دي او اي اي دي. وقلنا كمان ان الفعل الشاذ هنحفظه زي ما هو. واحد يقول ما كنتش موجود معاكم وما اعرفش يعني ايه الفعل الشاذ. قلنا الفعل الشاذ اللي هي بعض الافعال اللي بتتغير من البريزنت للباست. الفعل المنتظم ما كانش بيغلبك، كنا بنقول لك ضيف له ايدي على طول هيديك الماضي. لكن الفعل الشاذ لو انت مش حافظه لازم هتقول هتجيب كلام خطا في الامتحان او هتحل بطريقه خطا. فور اكزامبل ثينك، يعني ايه ثينك؟ يعني يعتقد. الماضي منها ثوت، اعتقد. طيب عندي سي، يرى، الماضي منها سو. كاتش، يمسك، الماضي منها كوت، مسك. يبقى دي اسمها افعال شاذه. هجيبها منين؟ موجوده عندنا في كتاب المدرسه وفي لسته كتيره جدا، وممكن تسال المدرس عندك في الكلاس هيقول لك لسته الافعال الشاذ. تيك، ياخذ، الماضي منها توك. طيب اوكي، يبقى انا هنا لما هحفظ الافعال الشاذه والافعال المنتظمه هعرف اميز ما بين البريزنت والباست. بس هو الفرق ده ما بين البريزنت والباست؟ لا، كنا في البريزنت بنسال بايه؟ بنسال بدو أو does. Do you like؟ هل أنت تحب English؟ Do you watch films؟ وبنجيب does مع he وshe وit. إحنا كان عندنا سؤال باتنين فعل مساعد، two auxiliary verbs، do أو does. Do مع I وwe وyou وthey. طب وdoes مع he وshe وit. لكن لما نروح النهارده للباست هسال برضه بدو او داز؟ لا طبعا، اوعى تستخدم دو او ايه او داز، هتستخدم ايه؟ وز؟ لا، هستخدم ديد الاول. اوكي، هنخلي وز دي شويه، هنشوف هنعمل بيها سؤال امتى. هجيب ديد، وبعد ديد بجيب السبجكت الفاعل، وبعد الفاعل بجيب الفعل في المصدر. ديد بقى هنا مع كل الضمائر، يبقى مش هقسم واقول هي وشي وات بياخدوا ايه وايه اللي بياخد ديد، لا، ديد في الباست يجي مع كل ضمائر الفاعل، يعني اقول ديد يو واقول ديد شي واقول ديد هي نو بروبلم. يبقى كده الفرق التاني ما بين البريزنت والباست، عشان انتوا عندكم في الامتحانات في ناس كده كل ما تكتب دو داز دو داز. لا ركز، لو الجمله فيها يسترداي، فيها لاست ويك، فيها لاست تايم، فيها اي دليل ان الحدث فينيشد انتهى، يبقى ما تاخدش دو داز، لازم تاخد ايه؟ ديد. ديد بلس سبجكت بلس انفينيتيف. ديد يو ستادي يور ليسونز؟ هل انت ذاكرت دروسك؟ ديد ذا فارمرز ريب ذا كروبس؟ هل الفلاحين حصدوا المحصول؟ ديد ذي هاير نيو هارفستر؟ هل هم اجروا هارفستر جديد؟ لا طبعا، هجاوب بيس او ايه او نو. لو كانوا عملوا الحاجة دي هقول yes they did، طب لو لأ هقول no they didn't، ما عملوش. يبقى كل ده كان الباست سيمبل فين؟
في المجهول ولا في المعلوم؟ يعني ايه يا مستر مجهول ويعني ايه معلوم؟ قلنا اي زمن في الانجليزي، حتى عندكم كمان في العربي في جملة مبنية للمجهول. يبقى عندي المعلوم اللي هو active. active sentence يعني جملة فيها فاعل وفعل ومفعول، عارف مين اللي قام بالفعل ده. لما بقول the farmers irrigated the land، the farmers irrigated the land، الفلاحين رووا المحصول. يبقى هنا عندي فاعل وعندي irrigated الفعل وعندي الايه اللاند الارض، يبقى هم رووا الارض، فاعل وفعل وايه ومفعول. اقول I hired a new harvester for my farm، انا استأجرت حصادة حديثة للمزرعة بتاعتي. يبقى الجمل ديت فين؟ في الايه الاكتيف باست سيمبل، مبني للمعلوم في زمن الماضي البسيط. طب النهاردة بنشوف المبني للايه للمجهول. وقلنا المبني للمجهول على طول لو انت فاكر، المجهول يبدأ بالمفعول، المجهول هيبدأ بالايه بالمفعول، بعد المفعول هجيب was او where والتصريف التالت، هجيب was او ايه او where والتصريف التالت. كان في حد بيقول في الاول نعمل سؤال بوز، وقلنا له لا اخليك شوي. هو انا ينفع اعمل سؤال في الماضي بووز او وير؟ ايوه، ووز يعني كان ووير يعني كان، بس دول بيتقسموا. احنا اتفقنا ان ديد ما بتتقسمش، ديد بتيجي مع كل الضمائر، اما ووز هتيجي مع اي وهي وشي وات، ووير هتيجي مع يو ووي وزي. وشرط ووز ووير ما يكونش الفعل فين؟ في المصدر، ما فيش افعال. اقول was the weather nice yesterday، was the weather nice yesterday، هل كان الطقس جميلا بالامس؟ اقول yes it was or no it wasn't. يبقى هنا سألت بwas، ما جبتش did ليه يا مستر؟ علشان ما عنديش فعل فين في المصدر، did لازم بعدها فاعل وفعل تاني، اما was or were ممكن اسأل سؤال في الماضي وما يكونش عندي فعل ايه تاني. اوكي طيب، نطير مع بعض على الشاشة كده ونشوف المجهول شكله عامل ازاي. هنا بيقول لي الباست سيمبل باسيف اوبجكت ووز وير بلس باست بارتيسيبل، ووز او وير بلس باست بارتيسيبل التصريف الثالث للفعل. يلا بيقول لي وي بلانتد ذا تريز، وي بلانتد ذا تريز، فين فعل الجملة؟ وي والفعل planted والأوبجكت بتاعنا trees، يبقى نحن زرعنا الايه الأشجار. يبقى عايزك تحولها لي بسرعة للمجهول. مين هيعرف يحول؟ مين فاكر؟ قلت لما تحول عدهم على ايديك كده، فين الأوبجكت؟ بعد الأوبجكت هتجيب was أو where، was مع المفرد وwhere مع الجمع، was أو ايه أو where، وبعد الوز او وير هجيب تصريف تالت للفعل. التصريف التالت للفعل اللي احنا حفظناه لو كان منتظم خلاص هو اخره ايديه، لو كان شاذ يبقى انت حافظ الفعل اصلا. يلا بسرعه كده، فين المفعول اللي في الجمله اللي قدامك دي؟ مين الشاطر يجيب المفعول؟ ايوه ذا تريز المفعول، صح. طيب ذا تريز دي سينجلر اور بلورال، مفرد ولا جمع؟ ايوه برافو، ده هيكون جمع. طيب الجمع هياخد was ولا where؟ ايوه هياخد where، يبقى اجيب المفعول زائد where زائد التصريف الثالث وهتكون الاجابه كده. The trees were planted، the trees were planted، زرعت الاشجار. المثال نمبر 2، farmers cut the corn with a sickle، farmers cut the corn with a sickle، اللي هو الايه الفلاحين بيقطعوا الذره بالمنجل او بالشرشر. يبقى ابدا بالمفعول، فين المفعول؟ ايوه اللي هو الذره. The corn was cut، the corn was cut، قطعت الايه الذره. Make the following sentence passive، عندنا في كتاب المدرسه page 34 كان جايب اكتر من جملة
انت ممكن تحولها للمبني للمجهول. بدأ وقال someone stole my money. someone stole my money يعني ايه stole؟ سرق. يبقى شخص ما سرق اموالي او سرق الفلوس. فين المفعول؟ برافو، money ماشي، ونخليها my money على طول. my money اموالي هي اللي ايه اللي سرق. طيب my money هنا مفرد ولا جمع؟ يبقى هتركز بعد المفعول هتجيب له was ولا where؟ money ملهاش جمع، هو اسم ايه؟ مفرد. يبقى my money تاخد was ولا where؟ برافو، تاخد was، وبعد was التصريف الثالث هو بالفعل موجود عندك في الجملة، هيفضل زي ما هو ولا هنغيره؟ بص معايا في الإجابة. my money was stolen by someone. يبقى هنا stole سرق، هنخليها التصريف الثالث بتاعها ايه؟ stolen سرق. my money was stolen by someone. my money was stolen by someone. سرقت الاموال بشخص ما. نشوف مثال تاني بيقول لي كريستوفر كولومبوس discovered امريكا. الفاعل واضح جدا اهو، شخص كريستوفر كولومبوس discovered امريكا، يبقى الفعل بتاعي فين؟ discovered. مين فاكر الفعل ده شاز ولا فعل صحيح؟ عادي جدا. هعرف منين؟ ده اخره اي دي، صح؟ الفعل اللي اخره اي دي يبقى فعل ماله؟ regular. regular يعني فعل منتظم. عرفت منين يا مستر ان هو منتظم؟ منتهي عندك بالاي دي. طالما الفعل منتهي بالاي دي يبقى هو التصريف الثاني والثالث بتاعه زي بعض، مش هيغلبك. يبقى توصل للمفعول بسرعه discovered America. يبقى الاوبجكت بتاعي فين؟ ابراف امريكا. امريكا از نيم اوف ذا كانتري، يعني مفرد ولا جمع؟ ايوه مفرد. يبقى تاخد ووز ولا وير؟ برافو، هتاخد ووز، والتصريف الثالث الفعل هو الثاني والثالث زي بعض. نشوف كده مع بعض على شاشه الاجابه. بيقول لي امريكا ووز ديسكفرد باي كريستوفر كولومبس. ووز ديسكفرد اكتشفت. مثال جديد بيقول لي the Chinese printed the first books. the Chinese الصينيين printed the first books، طبعوا أول الكتب. يبقى المفعول the first books. هنا المفعول اختلف عن المفعول اللي فات. the first books الكتب الايه؟ الأولى. أوائل الكتب book ولا books؟ لا books. يبقى تاخد was ولا where؟ يبقى تاخد where. يبقى the first books where printed، طبعت by a Chinese. the first books were printed by a Chinese، طبعت الكتب بواسطة الصينيين. كده ده كان آخر نقطة معانا في unit 6. هقول لك بسرعة summary of the unit 6 اللي هو ملخص الوحدة. the season of agriculture in pharaonic times. خدنا فيها مواسم الزراعة في مصر القديمة، وشفنا ان هما 3 different season، كانوا 3 مواسم مختلفة. irrigation اللي هو موسم الري، وقلنا موسم snowing اللي هو الزرع اللي انت بتحط الغرس، وبعد كده خدنا harvest يعني ايه harvest اللي هو موسم الحصاد. بيقول المودرن harvesting، ده كان نقطة مهمة جدا وقرأنا عنها، ازاي تخلي المزرعة بتاعتك فيها modern harvesting اللي هو الحصاد الحديث، والnew mechanical tools والادوات الميكانيكية الايه الجديدة. وهنا بيقول لي your schedule، ازاي هتعبر عن الجدول بتاعك واستخدامك الصحيح لحروف الايه الجر. ويوزنج بروبوزيشن، هتحط ان ولا اون ولا ات، واتفقنا جدا ان احنا نستخدمهم ازاي. والباست سيمبل باسيف، وده كان الجزء الاخير معانا في الايه الوحده السادسه. وخليك معانا احنا مكملين، هنشوف يونت 7 بتتكون معاك من ايه. يونت 7 اللي هو what do in emergency. what do in emergency يعني ماذا تصنع في الطوارئ. what to in emergency العنوان واضح جدا. how to make
your farm safe؟ ازاي بتوفر بيئة آمنة for your workers and for your animals and for your production، حتى الانتاج بتاعك ازاي بتحافظ على سلامته والامان بتاعه؟ What do you do in emergency؟ emergency هتعمل ايه في حالة الايه؟ الطوارئ. بنشوف الفوكابلوري: plaster, cut, hurt, nurse, fire alarm, belongings. مرة تانية: plaster, cut, hurt, nurse, fire alarm, belongings. البلاستر واضح جدا كمان من الاسم. بلاستر something you put on your cut. البلاستر بتلزق حاجة على جرح أو شيء، يبقى ده اسمه بلاستر. cut هو الجرح نفسه زي الوند. hurt something you feel harm، شيء بيأذيك أو بتتضرر منه، جرح. nurse اللي هو هيلبس الدكتور is called a nurse، اللي بيساعد الطبيب في عمله بتسمى ممرض أو إيه أو ممرض. always at school we need a nurse. some people in companies there are nurses and doctors. some modern farmers there are medical team in my farm. أحيانا لما يكون عندي عدد عمال كبير في المزرعة بحتاج إن يكون عندي فريق طبي موجود جوه بيئة العمل نفسها علشان save people، أحافظ على الناس، and be ready to solve the problem in emergencies times. يبقى هنا عندي كلمة نيرس الممرضة. fire alarm. fire alarm something to make a sound when fire happens. لما هيحصل حريق في شيء بيرن مباشرة بنسميه جرس الانذار او انذار حريق، وده من اهم عوامل السلامة في اي مؤسسة. should use alarm fires لان هو بيبقى quickly warning for you، بيعمل لك انذار سريع جدا لاي حدث هيحدث في المكان وبيلحق المشكله قبل حدوثها، اسمه ايه بقى؟ fire alarm. belongings المحتويات الخاصه بيك او ممتلكاتك، كتبك، شنطك، اشيائك، ده belongings، عشان هو كان في درس المدرسه قال at the fire time في وقت الحريق don't concentrate in your belongings، ما تقعدش تفكر في الشنطة بتاعتك أو في الكتاب، لا، بسرعة حاول تخرج من الفصل أو تخرج من المكان اللي فيه حريق، لأن روحك أنت is better than anything، هي أغلى عند السلامة والأمانة من أي شيء. نشوف كلمة تانية: wound, bandage, antiseptic, germs, first aids, pain, prevent infection, sterile, wound. wound اللي هو الجرح. bandage الرباط او الضمادة. antiseptic اللي هو المضاد الحيوي. germs الجراثيم. first aids صندوق الاسعافات الاولية. pain الالم. prevent يمنع. infection العدوى. sterile اللي هو يعقم الأجهزة أو يعقم المكان. بدأنا بنقول first aid supplies، ده جزء الريدنج الخاص بينا النهاردة. first aid supplies اللي هي موارد الفيرست ايد، صندوق الإسعافات الأولية، موجود في ايه وبيتكون من ايه. antiseptic cream kills germs immediately and stops infection in the cut or what. antiseptic cream kills germs immediately and stops infection in the cut or what. اللي هو كريم المضاد الحيوي kills germs، بيقتل الجراثيم. immediately فورا. and stops infection، stops infection ويوقف العدوى. in the cut
or wound في الجرح الموجود. Wash the cut or wound. هنا سؤال بيطرح نفسه, what should I do؟ ماذا يجب أن أفعل if some workers in the farm, حد في المدرسة, في المزرعة, في أي بيئة عمل حصل له إصابة فجأة أو emergencies, لازم بسرعة الـ first aid اللي هو صندوق الإسعافات الأولية بيكون جاهز معاك to save the people عشان يحافظ على أرواح الناس الموجودين عندك. هنا بيقول لي wash the cut, اغسل الجرح, or wound with clean water, بمياه نظيفة, as soon as it dries, as soon as it dries, بمجرد انه يجف, rub in a little cream, rub in a little cream, ضع عليه ايه بعض من الكريم, put on clean plaster or bandage, put on clean plaster or bandage, ضع البلاستر النظيف او الضمادة النظيفة على الجرح. These bandages are useful for many kinds of wound. They contain a dry antiseptic solution to prevent infection, use for cuts and support arms, comes in a sterile packet so that you can be sure the bandage is clean. These bandages are useful for many kinds of wound. They contain a dry antiseptic solution to prevent infection, use for cuts and support arms, comes in a sterile packet so that you can be sure the bandage is clean. بيتكلم هنا على أهمية الضمادات اللي كانت موجودة في صندوق الإسعافات الأولية. بيعمل ديسكريبشن ليها فبيقول the bandages are useful, useful يعني مفيد, for many kinds of wound, لأنواع مختلفة من الجروح. They contain a dry antiseptic اللي هو يحتوي على مضاد حيوي جاف, solution to prevent infection وده حل لمنع العدوى, use for cuts تستخدم للجروح, and support arms ودعم الذراع الموجود في جرح, comes in a sterile packet بتأتي هذه الضمادات في علب معقمة, so ولذلك that you can be sure, can be sure, كن متأكدا the bandage is a clean, فأنت بتكون واثق جدا في الضمادة قبل استخدام. هيدرو كريم, كمل في القراءة في الدرس وجاب أنواع الكريم. We use it for insect bites. We use it for insect bites. Stops itching and swelling of painful bites. We use it for insect bites. يستخدم هذا الكريم للدغات الايه الحشرات, and stops itching ومنع الهرش, and swelling of painful bites, swelling التورم, painful ألم, painful bites العضات المؤلم. يبقى هو هنا كان بيركز على السيفتي في أي مكان. الوحدة كلها كانت بتقولك إن لازم ضرورة تواجد صندوق إسعافات أولية to save these people. انت في الانجليزي هيجيب لك الكلمات اللي احنا خدناها خلاص, اللي هي انت what do you use these words to make a clear sentence, يعني you should both cream, you should avoid, يعني avoid يتجنب insect bites, بتحاول تتجنب الاماكن اللي فيها حشرات اللي هي ممكن تلدغك, او لو انت عارف محتاج insect مبيدات حشرية للمكان ده, يبقى انت always take care of your people and your place to make safety rules, علشان يبقى عندك سلامة وأمانة في الايه في المكان بتاعك.
بيشوف الهيدروكريم ده ضرب بيه مثال مع الانواع التانية اللي هو use it for insect. insect يعني حشرة, bites يعني عضات او يعض, stops itching اللي هو يتوقف عن الهرش, and swelling التورم, painful bites, painful يعني ألم أو عضة مؤلم. بيقول لي instructions, instruction of safety اللي هو تعليمات الايه السيفتي, ازاي تدي instruction. instruction هي كلمة imperative. يعني ايه imperative؟ imperative يعني فعل الأمر. اوكي, فعل الأمر أنا بدي أمر افعل أو لا تفعل, do أو don't do. اوكي, ممكن تسأل for advice what should I do, ماذا يجب أن أفعل. يبقى برضو هنا أنت محتاج إيه, نصيحة. فهو ده دور السيفتي في أي مؤسسة, إن هو give you instruction, give you instruction and you should follow this instruction. يعني إيه should؟ يعني يجب. طب و shouldn't؟ يعني لا يجب. should دي بنسميها model verb, الفعل الناقص اللي هو هيكون بعديه فعل في المصدر. you should study hard, لازم تذاكر كويس. you should put cream in the wand, لازم بسرعة تحط الكريم في الوند. you should clean it before plaster or bandage, لازم تغسلها قبل ما تحط البلاستر او الباندج. يبقى should يجب. طيب عكسها shouldn't, should not do that, shouldn't يعني لا يجب. you shouldn't okay work in mud with your cut, ما ينفعش تنزل تشتغل وايديك هيجي لها طينة او تراب ويكون في قطع او جرح. يبقى it is bad for you and it is more dangerous for your health, يبقى ده ممكن يكون خطير جدا على صحتك وممكن تؤدي بنفسك لايه, لمهالك اخرى. لا, يبقى you should follow the rules of safety instruction in the place, لازم تتبع تعليمات الامن والامان في والسلامة ورجال الايه الحفاظ عليها في مزرعتك او في شركتك او حتى في المدرسة. عندك تعليمات for safety. you shouldn't يعني ايه you shouldn't؟ اوعى. you shouldn't okay تشتغل بمزاجك. you shouldn't follow نظم, اوعى الا تتبع ذلك. لا, should follow, should follow. you shouldn't do bad things in your class. you shouldn't touch wire electricity, ما ينفعش تلمس اسلاك الايه الكهرباء الموجوده وتقول لا انا كنت بجرب حاجه. لا, shouldn't, shouldn't ممنوع, يبقى لا يجب و should يجب. هو ده الكلام اللي احنا بنقول عليه في الدرس اسمه imperative. imperative يعني فعل الامر. فعل الامر اللي هو هبدا الجمله بتاعتي بامر. في طالب يرد عليا يقول ما انت بتقول لنا الانجليزي ما فيهوش جمله ايه بتبدا بفعل. لا, هنا هبدا بجمله بفعل اسمه imperative, فعل امر. زي ما بقول clean the place او clean the board, نظف السبوره, او be quiet, سكوت, be silent, يبقى ده اسمه ايه, فعل الامر. وفعل الامر هو فعل لا يضاف له اي شيء, يعني ما فيهوش اس ولا في اي دي ولا في اي ان جي. start with infinitive, ابدا بالفعل زي ما هو. شوف معايا كده الامثله اللي على الشاشه. clean the room, clean the room اللي هو ينظف الايه الحجره. يبقى كده بدا بفعل, ده بنسميه imperative. wash the wound, wash the wound اللي هو يغسل الجرح. put cream يضع الكريم. contact your doctor, نقوله مره تانيه. clean the room, wash the wound, put cream, contact your doctor. number one, clean the room, واضحة جدا الجملة, يبقى الفعل الامر clean ينظف. clean the room نظف الحجر. wash the wound اغسل الجرح. put cream يضع الكريم. contact your doctor, contact اتصل بالدكتور.
فرضا ان انت عندك في مزرعتك او في مدرستك there is no medical team، مفيش فريق طبي متواجد، مفيش first aids اللي هي مفيش صندوق اسعافات اوليه، وفي emergencies. اوكي، don't think with your mind، ما تقعدش تفكر بقى انت وتخترع حاجه من دماغك وتقول انا بحل المشكله، لان انت ممكن اللي انت هتعمله increase the dangerous، هيزود الايه الخطوره. يبقى quickly contact your your doctor، اتصل باقرب طبيب ليك وبسرعه استدعيه، او take the sick one or the sick worker to the nearest hospital or the nearest nursery، او خد اللي هو اللي تعبان او اللي اتلدغ او اللي تعب بسرعه انقله من مكان لاقرب مكان في علاج. يبقى ده اسمه فعل ايه؟ امر، وبنسميه instruction of safety. instruction of safety تعليمات ايه الامن. نرجع تاني للمثال، بيقول لي نيجاتيف الايه النفي، هاو تو ميك ا نيجاتيف امبيراتيف. هو دايما هيكون فعل الامر اولويز دو 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 دو، لا مش لازما اقول دو، احيانا ممكن اقول دونت، دونت دو ذات، لا تفعل ذلك. يبقى انا عندي نوعين من الامبيراتيف ممكن يكونوا موجودين عندك في الامتحان او مطلوب منك في الاختيارات، امر او نفي الامر. Negative of imperative. Negative of imperative اللي هو نفي فعل الأمر. طب هستخدم إيه للnegative؟ Don't ولا doesn't ولا isn't؟ لا، النيجاتيف only with don't. Don't وبس، ما تحطش في أول الجملة غير كلمة don't، ما ينفعش تجيب didn't okay؟ ولا ينفع تجيب doesn't إطلاقا، ولا wasn't ولا weren't ولا isn't. لا، النفي فعل الأمر هيكون بdon't. طب وبعد don't هيكون الفعل فين؟ في المصدر. Don't do that. Don't eat in the class. ما تاكلش في الفصل. Don't touch. Okay. لا تلمس the wireless الأسلاك. Okay. Don't plug in your charger in the electricity of the class. Don't. Don't يعني لا تفعل ذلك. يبقى أنا عندي الفعل في المصدر أو أجيب قبل الفعل في المصدر don't بلس انفينيتيف هيديني النفي بتاع الايه الامر اللي هو انستراكشن ان نيجاتيف واي، التعليمات بصوره النفي. بص معايا على الشاشه نشوف الامثله. بيقول دونت بلس انفينيتيف، دونت سبيك، دونت تاتش، دونت جو اوت. دونت سبيك يعني لا تتحدث، دونت تاتش يعني لا تلمس، don't go out يعني لا تخرج. اللي هو قلنا مع بعض should وايه وشودنت. should يعني يجب، وشودنت يعني لا يجب. you should put a bandage. we should save time. you shouldn't watch too much TV. or you shouldn't watch TV too much. okay. يبقى number one you should put a bandage. you should put a bandage فين فعل الجملة؟ اللي هو you، وبعدها جبنا should، وبعد should الفعل فين؟ في المصدر. يبقى you should put a bandage، يجب أن تضع الايه الضمادة على الجرح بسرعة. number two we should save time. we should save time، يجب أن تحافظ على الوقت. طيب you shouldn't watch TV too much، لا يجب أن تشاهد التلفزيون كثيرا. يبقى ده كله اسمه ايه؟ instruction، أو بنسميه imperative، لأن في الامتحان أحيانا بيجيب لك بعض الجمل ويقول لك put it in the order، حطها في الترتيب الصحيح، وبيكون عايز منك استخدام فعل الأمر أو استخدام فعل الأمر الايه المنفي. يبقى احنا متفقين ان الجملة فيها infinitive، فعل صحيح وصريح without any additional things، بدون اي اضافات، او قبله don't plus infinitive. اوكي، نشوف مع بعض جزئية تانية من المنهج.
سيفتي انستراكشنز. سيفتي انستراكشنز تعليمات رجال الامن للسيفتي بيقول ايه؟ When you see a fire, when you see a fire, لما تشوف حريق. What do you do when you see a fire؟ انت في المدرسة، انت في المصنع، انت في المزرعة وشفت حريقة عندك. What do you do؟ What should I do؟ واحد يقول لك هولع فيها تاني بزيادة؟ لا طبعا. You should quickly try to save yourself. بسرعة اخرج من المكان علشان تنقذ نفسك وتحاول تتصرف مع حد. يبقى هنعمل ايه في السيفتي رولز؟ ده اللي هنشوفه مع بعض ان شاء الله في الحلقة القادمة. وكده النهاردة بيكون احنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. افكركم ان احنا النهاردة كنا بنتكلم في الوحدة السابعة والانستراكشن رولز والسيفتي رولز. واتمنى ليكم دوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.